مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. الثلاثاء 22/9/2020، الحصة رقم 15. اليوم نتعرف على المتسلسلة الهندسية وكيفية إيجاد المتسلسلة الهندسية. كما عرفنا المتسلسلة الحسابية، نعرف المتسلسلة الهندسية إذا كانت SN اللي بيساوي سيجما AI، حيث الـ AI هون مجموع أول حد، أول N حد من حدود المتتالية AN الهندسية طبعا، يعني الـ AI اللي حد العام للمتتالية هندسية. فالقانون المجموع يعطى بصيغتين، الصيغة الأولى أيضا SN بيساوي A1 في 1 minus R power N، وسكر القوس اللي هون، على 1 ناقص R، أو SN يساوي A1 minus AN ضرب الـ R على 1 ناقص R. طبعا هذا الصيغة لو أعطاني الحد الأخير، لكن إذا أعطاني الحد الأول والأساس وعدد الحدود بطبق الصيغة الأولى. المثال 4 صفحة 38، السؤال بيقول أو مثال معقد شوي، أوجد مجموع حدود المتتالية الهندسية 4 minus 4 3 4 9 ناقص 4 27، يعني حد موجب بعدين حد سالب بعدين حد موجب وهكذا، آخر حد هو 4 في minus 1 على 3 to power 10. شباب، ممكن هو المطلوب مني مجموع الحدود. طيب عشان أوجد مجموع الحدود لازم أكون عارف عدد الحدود. هو ما أعطاني عدد الحدود طبعا، وإن كان بدأنا بأول حد وهي آخر رقم 10، إذا لو حسبنا الملكة عند 11 حد، لكن بنطبق القوانين في الحل. هون أعطاني معطيات لهذا السؤال، أعطاني الحد الأول 4، والأساس لو قسمت هاي على هاي بيعطينا سالب 1 على 3، أو موجود عندي في داخل القوس هون. والحد الأخير لو AN أعطاني هذا الحد الأخير، يعني المعطيات AN يساوي 4 في minus 1 على 3 في power 10 هذا الحد الأخير، و A1 أعطاني 4 وال R بيساوي سالب ثلث وال N مجهولة، وكتبت الصيغة العامة الحد العام وصيغة المجموع عشان تساعدنا في الحل. إذا أول خطوة لازم أعرف عدد الحدود. عدد الحدود بكتب القانون العام AN بيساوي 4 في minus 1 over 3 في power n minus 1، يعني شلت الـ A1 حطيت مكانه 4، والـ R اللي هي minus 12 n minus 1 بتساوي، احنا عارفين كنا الـ N هي جوابها 4 في minus 1 على 3 power 10. إذا الـ 4 زي الـ 4 و minus 12 نفس minus 12، إذا معنى ذلك أن الـ S بيساوي الـ S أو الـ power بيساوي الـ power، يعني الـ N ناقص 1 اللي هي الباور اللي هون بيساوي العشرة. إذا انقل الـ N الواحد على الطرف الثاني بيصير N بيساوي 11. هلأ لإيجاد المجموع بدي أكتب هذا القانون وأطبق على طول، لأن مدام القانون موجود عندي هون، A1 اللي 4 أفتح قوس 1 ناقص الأساس عندي ناقص 1 على 3 اللي هو الـ R، الباور عندي 11، الكل على 1 ناقص ناقص ثلث. إذا هون لابد من استخدام الآلة الحاسبة، استخدم آلتك وشوف الجواب حيطلع لنا تقريبا يساوي 3، يعني قريب جدا جدا من 3. إذا هذا مثال 4 وحنطبق عليه بمثال، أو نحاول أن نحل تمرين صفحة 44 سؤال رقم 17. يا ترى شو يقول السؤال؟ أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية
3 زائد 6 زائد 12 إلى زائد 12288. إذا لو ظلنا ماشيين في المتسلسلة حتى نصل هذا الحد بدي أجمع الحدود، يعني 3 زائد 6 زائد 12 زائد كذا. طبعا في الحالة هاي إيش أعطاني؟ أعطاني الحد الأول 3، وأعطاني الأساس لو قسم 6 تقسيم 3 بيعطينا 2، وأعطاني AN اللي هو الحد الأخير 12288. إذا نشوف مع بعض تفاصيل الحل. أعطاني A1 وأعطاني الـ R وطلب الـ N، علما بأن الـ AN بيساوي 12288، وهذا قانون الـ AN عشان أذكركم فيه عشان نظل مذكرينه. AN بيساوي A1 times R ناقص 1. لاحظوا مش حكتبه في القانون في الحل. وقانون الـ SN بيساوي A1 في 1 ناقص R power N على 1 ناقص الـ R. أو نستخدم كون أعطانا الحد الأخير، ممكن نستخدم القاعدة أو الصيغة الثانية A1 minus AN ضرب R على 1 ناقص الـ R. إذا إجابة أول شيء إجابة على الحدود، لأن عشان أوجد أي المجموعة لازم أعرف عدد الحدود وإلا ما بقدر. إذا كتبت القانون AN بيساوي A1 في R ناقص 1، هاي جوابها موجود اللي هو 12272، والـ A1 3 ضرب 2 باور ان ماينس 1. إذا صار الشباب عندي معادلة أسية. أول شيء بتخلص من 3 بقسم على 3 وبقسم على 3. إذا 2 باور ان ناقص 1 لو قسمت على 3 بيعطيني 4096. 4096 ممكن أستعين بالآلة الحاسبة أشوف 2 باور كام يعطيني 4096. بالآلة الحاسبة يعطيني 2 باور 12، يعني لو جربت 2 باور 12 هيعطيك هذا العدد. إذا 2 باور ان ناقص 1 بيساوي 2 باور 12. يلا مين بيقول لي كيف أحل هاي المعادلة الأسية؟ الأساس بيساوي الأساس، معناها الأس بيساوي الأس، يعني ان ناقص 1 بيساوي 12، يعني الـ n بتساوي كام؟ 13. إذا هلا متاح لي أستخدم الصيغة الأولى أو الصيغة الثانية، لأن الـ n عندي وعندي الـ A1 موجودة والـ R موجودة، أو عندي حتى الـ AN اللي هو الحد الأخير وعندي الـ R، يعني ممكن أستخدم الصيغة الأولى أو الصيغة الثانية. إذا استخدمت أنا في هذا المثال الصيغة الثانية، لأن استخدمنا الصيغة الأولى في المثال السابق. A1 3 ناقص الـ AN اللي هي 12288 ضرب الـ R اللي هي 2 تقسيم 1 ناقص 2 بالآلة الحاسبة بيعطينا S 13 3 ناقص الرقم الكبير. مكرر تكرار الخطوة، هي نفس الخطوة السابقة، وبالتالي الـ S 13 24573. ممكن تروح للواجب عندك، تروح على الكتاب سؤال 19 وتحله عشان نتأكد من المعلومات تبعتنا ونتأكد ان فهمنا الدرس. دمتم في رعاية الله.